السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كربلاء، أحييكم وبالتأكيد نلتقيكم في تغطياتنا الخاصة لبطولة غرب آسيا اللي تقام المجموعة الأولى اللي تقام في كربلاء، وإن شاء الله تنطلق المجموعة الثانية في محافظة أربيل. أجواء جميلة جدا، ويوم أمس شهد ملعب كربلاء الدولي افتتاح هذه البطولة، افتتاح جميل مختصر مفيد كان، والحضور الجماهيري كان السمة الغالبة في مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب اللبناني. أذكركم بالنتائج في افتتاح المباريات، منتخبنا الوطني حقق العلامة الكاملة بفوزه على المنتخب اللبناني بهدف مقابل لا شيء، وأيضا نفس النتيجة انتهت مباراة المنتخب الفلسطيني على المنتخب اليمني. مبروك وألف مبروك لمنتخبنا، مبروك للمنتخب الفلسطيني، هاردك للمنتخب اللبناني وهاردك للمنتخب اليمن. ننتظر ايضا مباراة المنتخب السوري اللي راح تقام ان شاء الله يوم الجمعة القادم. اليوم عندي ضيوف قادمين من سوريا ومن اليمن، اشقاء اعزاء في بلدهم الثاني العراق. خلونا نرحب اجمل ترحيب بالاستاذ محمد احمد مدير المنتخب اليمني، منورنا في العراق وهارد لك خسارتكم. أول بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا النور نوركم ونور الشعب العراقي، المضياف الذي استضافنا بكل ود وحب. وبالنسبه لهارد لك نقول هارد لك يعني كلمه عابره، لانه الاساس ان احنا فائزين وكسبانين بتواجدنا في هذه البطوله في ارض العراق، ماكو خسران في هذه البطوله الاشقاء وتجمعهم، هذا الشيء الاهم. ايضا الاستاذ بشار محمد المنسق الاعلامي للمنتخب السوري، نورنا في بلدك الثاني العراق. بكل سرور صراحة، بشكر العراق وشعب العراق على حسن استضافة المنتخب السوري، وأيضا على التنظيم الواضح، تنظيم على أعلى مستوى لبطولة غرب آسيا بعد عودة لاستضافة هيك حدث كبير في العراق، وهذا شيء مو غريب على العراق كشعب وكاتحاد كرة القدم العراقي. والله فرحانين يعني بالتجمع هذا و شوفتكم، ان شاء الله تتكرر هذا ان شاء الله التجمعات. شلون شفت الاجواء يوم امس؟ والله اجواء رائعه، طبعا للاسف الشديد افتقدت ان ما شفت الافتتاح بسبب انه مباراتنا كانت الثانيه، لكن شاهدنا جزء بسيط، كان افتتاح جدا رائع ومعبر ويدل على الامكانيات الموجوده لدى الاخوه العراقيين التي هي معروفه عبر التاريخ. بالنسبه لاستضافه هذه البطوله بعد توقف فتره طويله بسبب الحظر الذي كان مفروض على الكره العراقيه، يعتبر الاستضافة هذه مميزة بشكل كبير، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. إن شاء الله. ما شاهدت منتخب العراقي يوم أمس؟ والله للأسف لا، لأن كنا لتجهيز المباراة الأخرى مباشرة. شفت المنتخب العراقي؟ أنا تابعت جزء من المباراة، لكن تابعت على مواقع التواصل اللي انكتب. المنتخب اللبناني ظهر بصورة جيدة، المنتخب العراقي أيضا كان من المهم أنه يحقق 3 نقاط بأول مباراة افتتاحية، كان أمر مهم بالنسبة له على مستوى طموحه وأيضا أمام جمهوره، خاصة بمباراة افتتاحية. وبعتقد البطولة هي فرصة لكل المنتخبات المشاركة، هي بروفة نهائية قبل انطلاق التصفيات المشتركة لآسيا وكأس العالم. نعم، شاهدنا المنتخب اليمني رغم الخسارة لكن قدم مستوى جيد، مباراة كانت فيها السرعة، فيها الهجمات الخطرة بالنسبة للفريقين، واستمتعنا بمباراة اليمن وفلسطين. أكيد طبعاً احنا كجهاز إداري والجهاز الفني راضين على ما قدمه المنتخب في ظل الفترة القصيرة، كانت تجاوزت 10 أيام الإعداد، مع وجود اللاعبين المتوقفين منذ فترة طويلة بسبب عدم وجود دوري بسبب الأحداث الموجودة في اليمن، إضافة إلى ذلك أن هناك بعض اللاعبين متوقفين المحترفين في الدوري الإماراتي أو القطري متوقفين عن التمارين منذ انتهاء الدوري في هذه الدول، والتحقوا بالمعسكر قبل انطلاق المباراة بيوم هنا، حتى لم يلتحقوا بالمعسكر الذي كان موجود في اليمن، فبالتالي الاداء كان جدا يعني مقبول من قبلنا، وان شاء الله انه بيكون كما قال الاخ، هي اساسا البطوله هذه اصر الاتحاد على تواجدنا فيها لمشاركه اخواننا العراقيين في تنظيم هذا الحدث كما قلنا بعد رفع الحصار، اولا كان كهدف، والهدف الاخر هو الاعداد للتصفيات المشتركه لكاس العالم وكاس اسيا، واعتبارها بطوله كمباريات يعني تحضيريه لهذه التصفيات التي هي الاهم من اجل تكرير ما قدمناه الموسم الاخير أو العام الماضي والتأهل لنهاية كأس آسيا في الإمارات. نعم. ننتظر والكل ينتظر المنتخب السوري، شو محضرين مباراة الافتتاح؟ شو المفاجآت اللي عندكم؟
بالتاكيد مباراه هي منتظره على مستوى انها مباراه، خلينا نقول هي مباراه رسميه بعد العوده من دوره الهند بنتائج لم تكن مرضيه للشارع السوري. كمان الخروج من النهائيات الاسيويه في الامارات ترك اثر سلبي كبير لدى عشاق المنتخب السوري ولدى الجمهور السوري، تابعه بخسارتين امام منتخب ايران ومنتخب اوزبكستان. فمصالحه الجمهور اعتقد ستكون من هنا من ملعب كربلاء في العراق في بطوله منتظره. هي بطوله غرب اسيا رسمت الفرحه للسوريين بعام 2012، كلتنا نستذكر ان النهائي كان بين سوريا والعراق واستطاع منتخب سوري ان يفوز بهدف لاحمد صالح في المباراه النهائيه اللي كانت في دوله الكويت. بالتاكيد البطوله صحيح هي تسبق التصفيات الآسيوية والمؤهلة لآسيا ولكأس العالم، لكنها منتظرة بالنسبة للشارع السوري. هناك ضغط على السوشيال ميديا بانتظار النتائج وبانتظار تقديم مستوى جيد. فيما يتعلق بطموحات المنتخب السوري، بالتأكيد المباراة الأولى مهمة أمام منتخب لبنان اللي خسر أمام المنتخب الشقيق العراقي بهدف، لكنه قدم مباراة جيدة أمام منتخب منظم للبطولة ومنتخب أعتقد من حق المنتخب العراقي أن يطمح لتحقيق اللقب على أرضه وبين جماهيره. نعم، يمكن المنتخب اللبناني راح يجب بالدفاع أكثر في سبيل أنه يحصل على 3 نقاط ويعوض خسارته أمام منتخب العراق. بالتأكيد المنتخب اللبناني تحت ضغط نتيجة الأولى، لكن منتخبنا أيضا مباراة افتتاحية بالنسبة له ومباراة منتظرة بالنسبة للشارع السوري وأيضا الإعلام الرياضي في سوريا ينتظر هذه المباراة، خاصة بعد ظهور غير مرضي في دورة الهند وكما الظروف اللي بيعيشها معظم منتخبات العربية. طبعا بالأمس قرأت تصريح للمدرب العراقي أن توقيت البطولة محرج على مستوى فترة التحضير المثالية، على مستوى فترة الإعداد البدني. هناك مشكلة لدى اللاعب العربي هي تتعلق بثقافة اللاعب العربي، يعني بعد نهاية الدوريات بعض اللاعبين بيعيشوا حالة راحة سلبية تؤثر على مستوى المردود البدني. أيضا موضوع الالتحاق في هكذا بطولات، خاصة بالنسبة مثلا عندنا أكثر من لاعب لم يستطع إدارة المنتخب أو حتى الاتحاد السوري لكرة القدم، عمر السومة، عمر خريبين، محمد عثمان، محمود المواس، يوسف قلفة، أكثر من 5 أو 6 لاعبين ملتزمين مع أنديتهم في معسكرات خارجية. وبالتالي توقيت البطولة محرج لبعض الخيارات، لكن أيضا هو مهم أن تلعب مباريات بهذا المستوى وفي هكذا بطولة في هكذا أجواء قبل انطلاق التصفيات المشتركة. كابتن محمد، شلون شفت الاستقبال اول ما وصلتوا؟ والله كما اشرت من قبل الاستقبال كان جدا حافل منذ وصولنا الى مطار النجف، والحمد لله يعني نرى ان الاستقبال من قبل الاخوان العراقيين لجميع المنتخبات كان يعني بدون تمييز بين منتخب واخر، وهذا يدل على كرم الاخوان العراقيين وعلى حسن استضافتهم. احنا بس لاعب واحد احترف يمني اللي هو احمد الصادق. 3 لاعبين يمنيين احترفوا في الدوري العراقي من قبل مع نادي الميناء اللي هم احمد الصادق وعلاء الصاصي وحسين الغازي. طبعا بعد طبعا واستمر الاخ احمد الكابتن احمد بعدين كفتره اخرى العام الذي يليه مع نادي الميناء، ثم انتقل العام قبل الماضي مع نادي البحرين. هؤلاء هم اللاعبين اليمنيين تقريبا اللي احترفوا في الدوري العراقي. هي يمكن فرصه حتى يشوفوهم الانديه يجوز. أكيد شوف اللاعب اليمني موجود، المهارة موجودة بالفطرة، لكن يحتاج عملية الصقل وعملية الإعداد والمعسكرات الطويلة التي تكون مميزة لرفع الجانب البدني. ودليل على ذلك أنه كثير منهم الكابتن أحمد صادق وعلاء الصاصي عند احترافهم في الدوري العراقي يمكن كمتابع كانوا خلال أول 5 أسابيع في الدوري العراقي أخذوا نجوم الأسبوع الأسابيع الأولى. فاللاعب اليمني كما قال الأخ يعني مشكلته اللاعب العربي عدم وجود الثقافة، أحيانا عنده توقف الدوريات يلجأ للخمول ويعتبرها فترة راحة وتكون فترة راحة سلبية عليه أكثر ما تكون. هذا عندكم، احنا ما أخذوا راحة. أنت يعني الدوري العراقي طويل جدا، قبل 3 أيام انتهى الدوري طويل ومرهق كان فعلا، وراح يشارك الشرطة والزوراء والجوية. وهذه ميزة المنتخب العراقي أنه في كامل جاهزيته لاعبين، رغم أنه ممكن يكونوا مرهقين لكن برضو في جاهزية يكونوا في البطولة. لا بالعكس، لا تأخذها بالحكي تريد تقول لنا وين جاهزية، بالعكس تعب. هي إرهاق، أنا قلت لك احتمال يكون إرهاق لها جانبين، لأنه إرهاق بيكون وصوله إلى مرحلة قمة زي ما يقولوا البطولة اللي هي عملية الإرهاق البدني، أحيانا تكون بكثر المباريات وأحيانا تكون برضو أنه يستمر على نفس الرتم، هذه فائدة له.
كلاعب. هو مثل ما قال كابتن بشار التوقيت يمكن على التوقيت سيء فعلا، اذا كانوا مرهقين واذا كانوا راحه سلبيه. بالضبط صحيح. كابتن بشار، ثلاثه من اللاعبين هم يلعبون بالدوري العراقي، جويد وزاهر ومؤيد، لكن الموجود حاليا مع المنتخب هو فقط حسين جويد. زاهر اعتذر لانه يخضع لمرحله علاج، ومؤيد بعد ما انهى موسمه في الدوري العراقي حاليا وقع على كشوف فريق الوحده السوري بيلعب الموسم القادم في سوريا، وبالتالي الموجود حاليا معنا هو حسين جويد. لكن بما يتعلق باللاعبين المحترفين في الدوري العراقي، بعتقد كانت منصه انطلاق لمعظم اللاعبين السوريين نحو دوريات محترفة بمستوى الدوري العراقي ومستويات أعلى من خلال بصراحة الاحتراف في الدوري العراقي. عشنا نفس الظروف تقريبا، موضوع فرض تبعات الحرب على 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 سوريا أتت على الحجر والبشر، وبالتالي كانت فرصة لعدد من اللاعبين خاصة بعد التتويج ببطولة غرب آسيا في الكويت أنه ينتقلوا إلى دوريات محترفة، والبداية كانت من العراق لأسماء كبيرة حاليا في المنتخب السوري، منهم عمر خريبين، منهم حميد ميدو، مؤيد عجان، زاهر ميداني، افضل محترف في تاريخ الدوريات العراقيه بالنسبه لي. انت تحب زاهر ميداني؟ زاهر على على بعتقد حتى هو له رصيد في تعرف ليش تحبه؟ الجمهور العراقي شبه قريب وارد منك. زاهر حدا اخلاقي، لاعب محترف، الحمد لله هناك عدد من اللاعبين هم خير سفراء للكره السوريه سواء في العراق وايضا في عدد من الدوريات العربيه. لكن ما يتعلق بالعراق كانت ايضا كانت فرصه للمدربين السوريين اللي خاضوا تجارب ناجحه في العراق، منهم الكابتن حسام السيد، كابتن فجر ابراهيم، اكثر من مدرب، كابتن نزار، كابتن محمد قويد، خلينا نقول خيره المدربين السوريين اشتغلوا بالدوري العراقي. نعم كابتن سامر في اربيل. صحيح صحيح. حتى اللي ما يعني ما حاليا ما يلعبون في العراق هم كانوا لاعبين، منهم ورد سلامه، احمد دوني، خالد مبيض، كثير من اللاعبين السوريين. يعني اذا بنشوف كنسبه 80 او 85% من جسم المنتخب لعبوا باجواء الدوري العراقي، في لاعبين مو موجودين حاليا على الشبلي واخرين ايضا بلشوا الاحتراف هنا في الدوري العراقي. نعم كابتن، المباراه الاولى هل هي مقياس حتى نقيس انه نقول انه هذا المنتخب هذا مستوى؟ لا، بالنسبه لنا ان شاء الله انه يكون الرتم بيرتفع من مباراه الى اخرى، لانه كما قلت لك فتره كانت ضيقه، 10 ايام بدون مباريات وديه، عدد كبير من اللاعبين التحقوا قبل انطلاق المباراه بيوم بالمعسكر، فبالتالي بالاضافه انه في المنتخب الان احنا في سياسه من الاتحاد العام على عمليه الاحلال والتجديد. يعني المنتخب هذا ضم تقريبا 13 ل 14 لاعب من المنتخب الاولمبي، وتم استبعاد لاعبين كبير، يعني من اللاعبين يعني اللي كانوا اغلب من اللاعبين شباب تقريبا يوصل الى 11 الى 12 13 لاعب من اللاعبين الاولمبي تم ترفيعهم. هذه فرصه تقريبا، امس كانوا اربعه منهم او خمسه في المباراه، فرصه انه فرصه لبناء منتخب قادم، لانه هذول الاربعه الخمسه لما يدخلوا مع ذا يحتاج لهم وقت عشان ينسجموا مع المنظومه ككل. صح. مع زملائهم الاخرين اللي هم موجودين من المنتخب الاول، وبالتالي بيكون هذا الانسجام مع المباريات البطوله هذه اللي نعتبرها مباريات يعني زي ما نقول تجريبيه تنافسيه، بتعطي طابع افضل من المباريات التجريبيه العاديه. القرعه خدمه المنتخب السوري انه اعطته راحه اكثر. وارد اللي يعني رفع المستوى البدني تحديدا خلال وجودنا بدوره الهند، كان واضح ان منتخبنا ينقصه العامل البدني، وخلال حديث كابتن فجر بالمؤتمر الصحفي اعتقد ان حتى معظم مدربين منتخبات المشاركه بالمجموعه الاولى تحدثوا عن موضوع المردود البدني، وتحديدا توقيت الدوره، توقيت البطوله مع نهايه الدوريات، فقط الدوري العراقي تاخر، وبالتالي هي سيف ذو حدين، قد يكون بجاهزيه بدنيه عاليه، وايضا جانب موضوع الارهاق، ضغط المباريات والفتره الطويله من التحضير. بالنسبه لمنتخبنا طبعا كغيره من المنتخبات، هناك حاله من تجديد المنتخب ما بين عناصر شابه، وخاصه 6 أو 7 لاعبين من المنتخب الاولمبي، بالاضافه لعدد من اللاعبين اللي مثلوا المنتخب خلال تصفيات كاس العالم وايضا في نهائيات اسيا في الامارات. يعاني منتخبنا كما يعاني غيره من المنتخبات موضوع العمر، تقدم اللاعبين بالعمر، 29 30 متوسط اعمار اللاعبين يستدعي ضروره ادخال دماء جديده، واعتقد ان هذا الشيء موجود تحديدا في المنتخب الاولمبي. اليوم نحن معنا 6 أو 7 لاعبين، منتخب الاولمبي يتحضر في روسيا عبر معسكر ودي خضع لثلاث مباريات، في مستقبل للكره السوريه موجود سواء بالاولمبي او حتى منتخب الشباب اللي عم يتحضر حاليا للتصفيات. نعم. طبعا قبل اللقاء كنا نتحدث انا واخوي الكابتن على الاكل، موضوع الاكل
العراق ما عندنا كل حار، شلون راح تتحمل؟ احنا بناخذ مع الاكل شويه فلفل حار بناخذ على جنب مو شويه وايد يعني كثير. لا شوف الاكل الحار اساسا هو بيضر اللاعب، يعني بالنسبه للاعبين مثلا في المشاركين في بطولات تجمعات ما بياكلوا في الاكل الحار هذا يعني لانه انعكاس البطولات ما بتاكل. طبعا اكيد لانه بيضر اللاعب وبيأثر عليه احيانا فيها، لكن انت كنا بندردش على الاكل اليمني. انت قلت مفيد على الاكل اليمني انه حار. انا كنت بقول لك لنا احنا كيمين انت بتتكلم كشعب كوجبات يمنيه، انت يعني كنت بتقول ان الوجبات اليمنيه وجبات حاره عندنا والهند، فقلت لك احنا والهند في عندنا نفس تقريبا التوابل نفس الامور هذه، لكن هو اكل مميز انت يمكن ما جربته يعني بشكل كافي، لكن اكل طيب ومميز. بس انا قلت شلون تصبرون هنا؟ لا ان شاء الله نستضيفك كمان في اليمن عندنا وناكلك الاكل على اصله، يعني كمان يفرق الاكل في المطعم عن اكل البيوت يعني طبعا بيكون ألذ وافضل اكل البيت. فان شاء الله نستضيفكم باذن الله في بطوله قادمه ان شاء الله الروحاني وتكون عندنا ضيوفي على عيني وراسي ان شاء الله حبايبي الله يعطيك. سوريا نفس شبه كبير بين سوريا والعراق حتى بالاكل صراحه، يعني ابدا ما تشعر بانك غادرت من سوريا الى العراق، في شبه كثير كبير. هذا شيء تاريخي يجمع الشعبين. ما يتعلق موضوع الاكل انا بشاركك موضوع التوابل الهنديه او الاكل الحار. انت ما تحب الاكل؟ لا 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 ابدا الحمد لله متفقين، خاصه بعد العوده من دوره الهند يعني ما اكلت حاجه شفنا الحد. لا زين شو اكلت الاكل العراقي وشفته يعني طيب؟ لا جدا صراحه الفندق جدا رائع والاكلات اللي بتقدم عندنا ممتازه جدا والله. شوف انا بشكل عام انا حاجات خفيفه يعني باخذ زله شغلات السمك، ويعني انا بيعجبنا برضو الاكلات الشاميه اللي الحمص والشغلات هذه برضو استمتع فيها كذا. كشخص عشت فتره طويله في الاردن، درست كان دراستي انا الجامعيه في الاردن. نعم. فالاردن والعراق وسوريا هم متميزين بالشغلات هذه ونفس الشيء. صحيح. شنو بس ضايل الفلافل ما جابوا فلافل يعني الفلافل دكتور عشان دكتور على الميدان ان شاء الله. الاكل شنو انا بدي احكي اكثر من موضوع الاكل، بدي احكي انه بعتقد العراق والاتحاد العراقي كسب الرهان، يعني بلش على او بدا على فتره لاقناع الاتحاد الدولي انه قادر على استضافه المباريات بشكل جزئي. بعتقد الطموح ان يكون في كل جغرافيا العراقيه وفي كل المحافظات، وهذا اتمنى ان يكون قريب بالنسبه للاشقاء في العراق، وان شاء الله يكون قريب بالنسبه لنا في سوريا، لانه نحن نعاني موضوع الحظر بمنع منتخباتنا تلعب على ارضها، وبالتالي انت تكسب ارضك وجمهورك. واعتقد لو كنا بالفتره التصفيات عم نلعب بالعباسيين او في حلب او في اللاذقيه لكان الوضع مختلف كليا بالنسبه لمباراتنا مع استراليا او حتى كوريا او حتى اليابان. عامل الجمهور امر مهم وعامل الارض، وبالتالي بعتقد الاشقاء في العراق مجرد وصولنا الى مطار النجف نجاح بحد ذاته على مستوى التنظيم في المطار، الوفود، مقر الإقامة، التغطية الإعلامية المتميزة للقناة العراقية. بصراحة متابعة لأدق التفاصيل موجودة معنا بالفندق حتى في حصة تدريبية. ما يتعلق بالأكل ما حسيت بغربة، الأكل متشابه بين العراق وسوريا. لا احنا نعتبركم انتم من أهل الدار. تسلم. فأنتم يعني انتوا هذا بيتكم مو الثاني، لا بيتكم بكل الأول. سرور بكل وهذا سرور وهذا واجبنا نستضيفكم والعراق مضياف. اتمنى سرور. البطوله الجايه ان شاء الله تكون في سوريا واليمن يعني مجموعه في سوريا ومجموعه في اليمن، نعيش نفس الاجواء تقريبا نفس الضغط نفس ان شاء الله. لا ان شاء الله الاوضاع تستقر اذا كان في اليمن واذا كانت في سوريا، وسوريا الحمد لله الامور افضل الأمور بكثير افضل وان شاء الله اليمن بكثير. الامور تكون نعم. افضل بالتالي بطولة إن شاء الله تكون مجموعتين أيضا، مجموعة في اليمن يأكلون مندي ومجموعة في سوريا الحمص اللي بتشتهوه هذا إن شاء الله. بالنسبة للفرق استتوقع منه راح يتأهل؟ والله شوف الآن صعب الواحد يتكلم بعد الجولة الأولى. أنا يعني في المساء بعد ما رجعنا من المباراة شاهدت شوية من مباراة العراق ولبنان، بس حسب ما سمعت انه المنتخب اللبناني كان مسيطر على الشوط الاول وكان متالق، والمنتخب العراقي بشبابه في الشوط الثاني يعني استطاع انه يعني يسيطر ويخطف المباراه. بالنسبه للمنتخب الفلسطيني واليمني يعني انا شفت انه ما فيش فرق كبير، يعني اللي شاهد المباراه كامل وجد انه يمكن فرص المنتخب اليمني كانت اكثر واخطر يعني على المرمى وتسديد على ثلاث خشبات، لكن يمكن عامل اللياقه وزي ما قلت لك فتره الاعداد البسيطه ما كانش تخلي اللاعب يوصل بكامل قوته امام المرمى بحيث انه يقدر ينهي الكره او الهجمه. لكن انا اشوف ان المستويات متقاربه. المنتخب السوري طبعا منتخب يعني غني عن التعريف وكلنا كنا مشجعين له في
تصفيات كاس العالم والى اخر الملحق، وحزننا جميعا على خروجه. وان شاء الله بنشوف ان شاء الله المباراه الجايه. احنا فرصه لنا، احنا متوقفين الجوله القادمه، نقدر نشاهد الاربع منتخبات. صحيح. والجهاز الفني من خلال مشاهده الاربع المنتخبات يقدر يعني يشوف الامور الواضحه، خصوصا مع المنتخبات الثلاثه اللي لسه ما لعبنا معهم. ان شاء الله انه زي ما قلنا المكسب للجميع، ما مش مهم انه يكون بطل البطوله، المهم انه الفائز هو العراق بتنظيمه لهذه البطوله. ان شاء الله ننجح في بوجودكم في حبيب الله. كم لاعب محترف في المنتخب اليمني؟ اللاعبين اليمنيين حوالي تقريبا 6 لاعبين الى 7 لاعبين في الدوري القطري، وفي معنا في واحد في الدوري الاماراتي، والان احتمال يرجع للدوري العماني اللي هو عبد الواسع المطري، كان لاعب متالق 5 لاعب رقم 11. ولدينا لاعب رقم 7 محترف في نادي درجه ثانيه في البرازيل، والعام الماضي كان في قطر، لكن الان رجع للبرازيل. احنا نسالك لانه المنتخب اليمني شويه مبهم بسبب التجديد. صحيح. المنتخب السوري نعرف، المنتخب العراقي معروف، المنتخب اللبناني ايضا معروف. تفضل. المخرج معجب بنونو اللاعب اليمني القديم، يقول وين صار؟ نونو كان فلته، يعني احنا في بطولات غرب اسيا في الاردن اخذنا المركز الثالث ضربات الجزاء احنا والكويت. نعم. وصلنا عليها. وكان نونو هو هداف هذه البطوله. نونو موجود الان ضمن الجهاز الفني لنادي اهلي صنعاء اللي هو النادي الام، وكان لاعب مبدع صراحه ومحافظ على نفسه باخلاقه، كما اشار الاخ في بعض اللاعبين يجبروك على احترامهم من خلال ادبهم اخلاقهم محافظتهم على يعني زي ما يقولوا على نفسه، بيعمل لنفسه شغل خاص غير الشغل اللي بيشتغله مع محبوب في سوريا، احترف في سوريا بالضبط، احترف في سوريا، احترف في مصر، احترف في اكثر من مكان. صحيح. فلاعب جدا كان رائع ومخلاق، ونتمنى له التوفيق الان في مجال التدريب ان شاء الله. حياتنا لهذا السؤال من مخرجنا مازن يحبب يوصل ان شاء الله، وصل ان شاء الله. المجموعه برايك؟ هلا بعتقد كانت فرصه للجهاز الفني بقياده الكابتن فجر ابراهيم انه يشوف مستوى الاربع منتخبات كونها لعبت بالافتتاح. المجموعه ما بعتقد اليوم فيك تتكهن باي مباراه. نحن باسيا لعبنا امام منتخب فلسطيني، يعني كانت مباراه مو سهله، كانت مباراه صعبه، ما عاد فيك تقول انه هيدا الفريق فيك تربح او فيك تخسر. اليوم منتخبنا مطالب بتقديم صوره جيده، خلق انسجام اكبر ما بين اللاعبين الجدد وخاصه اللاعبين الاولمبي، بإضافة للاعبين الخبره الموجودين على راسهم الكابتن فراس الخطيب. ان شاء الله التوفيق باول مباراه هو امر مهم. اليوم المنتخب العراقي معه ادفانتج، وايضا المنتخب الفلسطيني بثلاث نقاط بمباراه افتتاحيه، مهم جدا انه تكسب المباراه الاولى، وبالتالي سيكون ضغط اكبر على المنتخب اللبناني. كتصور بطل المجموعه الاولى اعتقد بنسبه كبيره سيكون هو حامل لقب البطوله. يعني تتوقع انه من المجموعه راح يكون المجموعه الاولى راح يكون هو البطل؟ يكون البطل كابتن نفس. والله اتوقع، وانا ارشح الاقرب للمنتخب العراقي والمنتخب السوري، يعني بحكم انهم منتخبين جاهزين اكثر. المجموعه الثانيه تقريبا انه يمكن احتمال كبير انهم مشاركين بعضهم بالمنتخبات الصف الثاني او الاولمبي. نعم. فيها، وبالتالي بيبان مع انطلاق البطوله كيف المستويات. لكن انا بالنسبه لي شخصيا ارشح المنتخب العراقي او المنتخب السوري اللي بيكون بطل المجموعه الاولى ان شاء الله. ويمكن المباراه القادمه منتخب سوريا ولبنان يمكن ايضا راح تحدد ملامح صحيح التنافس بطل المجموعه. هلا بنسبه كبيره خساره منتخب لبنان المباراه الاولى واي نتيجه سلبيه طبعا من حقنا ان نتمنى فوز منتخبنا، هذا شيء اكيد. لكن ايضا المنتخب اللبناني قدم مباراه جيده، مباراه باسلوب لاعب مختلف صراحه عن المنتخبات اللبنانيه اللي كنا نشوفها. كل مدرب بصمته بالتاكيد بصمه المدرب كانت واضحه، وهذا الشيء تحدثنا فيه صباحا مع المدرب اللبناني. ان شاء الله منتخبنا في حال توفيق في اول مباراه اعتقد انه سيكون نهائي مبكر ما بين سوريا والعراق في الجوله الثالثه. نعم. اذكر المشاهدين انه المنتخب العراقي والمنتخب الفلسطيني يصدرون هذه المجموعه لحد مباراه يوم امس بنفس النقاط وبنفس الاهداف، واذكر انه المباراه القادمه يوم الجمعه ان شاء الله، المنتخب العراقي راح يواجه المنتخب الفلسطيني والمنتخب السوري في مواجهه المنتخب اللبناني، اليمن راح يكون استراحه ان شاء الله. وبعدها مع الاخوان السوريين. وبعدها مع سوريا. ان شاء الله نتفق احنا وياهم ان شاء الله. طيب اخذ توقعاتكم العراق فلسطين. فوز منتخب العراق. فوز منتخب العراق. العراق. طيب مباراة ثانية سوريا لبنان. بديهي اقول فوز منتخبنا بس يعني. نعطينا توقع. بدون عوف العاطفة اتركها. لا ان شاء الله الفوز. ان شاء الله الفوز. نعم. المباراة انا اتوقع انه ما تنعرف،
نتيجتها بسبب انه المنتخب اللبناني اي نتيجه خساره نعم راح يغادر المجموعه. مباراه صعبه، اذا الاخوه السوريين في كامل جاهزيتهم بيفوزوا، لكن اتوقع تعادل. تعادل راح يزعل كابتن، صعب مني. لا انا قلت له لو انتم بكامل جاهزيتكم الفوز لكم. صحيح انا مع ما في تعادل هاي النقطه تحديدا اذا كان منتخبنا. طبعا هم بدي يوضح انه المعسكر المحلي اللي صار في دمشق ركز فيه المدرب فجر ابراهيم على موضوع الناحيه البدنيه، كان واضح خلال الفتره السابقه ان اللاعبين بيمس الحاجه لرفع المردود البدني وتحسين المردود البدني. ان شاء الله خلال اليومين المتبقيين وخلال وجودنا في العراق اعتقد اذا كان منتخبنا نعم بالجهوزيه الفنيه الفوز يكون حليفه ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للاجواء، يعني اجواء يوم امس كان موجه حر. هو الحر أكثر لو كل الدول هذه؟ والله لا، طبعا العراق حرها اكثر، بيكون حتى نسبه الرطوبه هي موجه يعني مو الحر هذا، لكن اللاعب عليه ان يتعود انه يلعب في اي طقس من الاجواء، يعني لازم يكون كلاعب يعني سواء محلي او محترف لازم يكون تاثر على المنتخب اللبناني والمنتخب السوري. في بيكون تاثير، بس برضه هم اللاعبين نفسهم اللاعبين اللبنانيين او السوريين، خصوصا السوريين في محترفين في الدوري القطري في الدوري السعودي، وبالتالي متعودين على هذه الاجواء، الدوري العراقي برضه وبالتالي متعودين على هذه الاجواء. تاثر؟ بعتقد فترة الاحتراف اللي عاشوها معظم لاعبين السوريين في العراق تأقلموا مع هذا الموضوع، لكن لاعب محترف سوريا أنا أقصد كل المنتخبات مؤثر. أكيد مؤثر، وخاصة مثل ما تفضلت موضوع موجة الحر الحالية اللي خلال اليومين الماضيين بالتأكيد ستؤثر، لكن كرة القدم الحديث المتطورة لا تعترف لا بمناخ ولا بموضوع نهاية الدوري، ولا ما زلنا نحبو في الاحتراف على مستوى منظومة الدوريات العربية، قد يكون باستثناء دوري أو دوريين، لكن الأمر مختلف كليا على مستوى منظومة العمل الاحترافي كرة القدم. منتخب اليمني البارحة زين يعني بالعشرة ونص شوية الجو كان أفضل شوية. أي طبعا أفضل من على السبعة ونص، فالله بيعيننا على المباراتين الجاية بتكون على السبعة ونص. عموما اتمنى لكم كل الموفقية إن شاء الله. كل الشكر حبيبي، الله يحفظك، نتمنى لكم التوفيق. أتمنى المنتخب اليمني إن شاء الله التطور، و ان شاء الله نشوفها باحلى صوره ان شاء الله، سواء كان في بطوله غرب اسيا او في البطولات القادمه ان شاء الله. نتمنى كما قلت لك انها محطه لنا هذه اللعبه، اليمن ترجع اليمن اللي لعرفها باذن الله ان شاء الله، ترجع اليمن وسوريا وجميع الدول العربيه اللي فيها يعني سواء اضطرابات او مشاكل، ونرجع الدول العربيه يعني بلدان سعيده وتعيش شعوبها في سلام وامان ان شاء الله. اتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. نورتنا اليوم ان شاء الله. انا كابتن بشار اتمنى لكم كل الموفقين ان شاء الله، المنتخب السوري لسوريا الحبيبه، وان شاء الله مثل ما قلنا البطوله القادمه نشوفها في سوريا واليمن باذن الله. كل الشكر، كل الاماني الطيبه من حضرتك ولا ايضا من الشعب العراقي بالمثل منا من بسوريا. ان شاء الله القادم افضل على مستوى الحياه، يعني ان شاء الله نحن عم نعيش اخر ايام الحرب، الضروس اللي كانت على بلدنا سوريا تتعافى كما تعافى الشعب العراقي ودوله العراق، وان شاء الله الاشقاء في اليمن. البطوله هي فرصه لاعاده هذا الجو العربي او اللحمه العربيه، سواء بالمجموعتين اللي شفنا مجموعه اللي في كربلاء وايضا في اربيل، النجاح للاشقاء في العراق ان شاء الله يتوج في النهائي، سواء بوصول الاشقاء في العراق او وصول منتخبنا او وصول المنتخب اليمني. بكل الاحوال هيدا العرس العربي في بطوله غرب اسيا هو نجاح للاشقاء في العراق ان شاء الله. حضر حالك نروح لليمن ناكل ويا الكابتن. اهلا وسهلا، الله يعطيك العافيه ان شاء الله. بدون حر بدون حر ترى. لا المندي مش حار عادي. شكرا لكم، وشكرا للي تابعنا من خلال هذا اللقاء الجميل. ان شاء الله باكر نلتقي مع ضيوف اخرين اشقاء في بطوله غرب اسيا. قبلوا تحياتي تحيات كل الكادر، وتحيه خاصه من مكتب العراقيه في كربلاء. إلى اللقاء. بطولة